السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة فيديو مهم جدا، شرح بنسة الصدر أو الكتف وازاي نصرفها بطريقة سهلة وبسيطة ونعمل لايك ونبتدي على بركة الله. الكورساج أو الجزء العلوي تمام بيكون على قياس أكبر حجم، وطبعا الطول المطلوب، وعارفين انه 8 سنتي هي دوران الرقبة، ده طبعا احنا عارفينه. ده كده خط جيرو، خلينا هنا شوية عشان نقدر نرسم الباترون كامل. انا ما ينفعش ارسم بنسة الكتف من غير ما اكون رسمة البنسة بتاعت الوسط. طيب احنا عايزين نعرف ايه اهمية البنسة دي، وليه بساعات بنعملها وساعات كتير قوي ما بنعملهاش. البنسة دي مهمة علشان تكسمي اي موديل، علشان تعملي تقسيم لاي موديل. يعني لو فستان سواري انا لازم اعمل البنسة دي، فايدتها ايه؟ البنسة دي بتشيل العبعبة اللي بتكون في الجزء ده. عارفين لما تبقوا رسمين حاجة وبتبقى معبعبة كده، دي لازم بنسة، لازم نعمل لها بنسة عشان تاخد شكل التقسيم المظبوط. تمام. طيب انا عشان اعمل البنسة دي لازم الاول اعمل بنسة الوسط. وعشان اعمل بنسة الوسط هي ملهاش قوانين غير اني بس بزود قيمة البنسة بعوضها بره، بعوضها هنا بره، قيمة البنسة بعوضها بره. يعني لو البنسة بتاعتي، يعني ده كده الوسط، انا كده عملت الوسط وبدون ما اعمل بنسة اهو. تمام، انا كده عايزة اعمل بنسة الوسط، بس ايه، لازم اعرف التعويض بتاعها. انا ما ينفعش اعملها كده على طول. بنسة الوسط دي 3 سنتي، سنتي ونص يمين وسنتي ونص شمال، سنتي ونص يمين وسنتي ونص شمال. لازم اعوضهم الاول، لازم اخدهم هنا الاول واروح عاملة تعويض، تعويض عشان مكان البنسة. تمام، يبقى انا كده خدت التعويض ده. وبعدين اقيس المسافة دي من اول الثلاثة سنتي دول لغاية هنا واخد نصهم. تمام، يعني دلوقتي دول كام؟ دول 25 مثلا، هناخد 12 ونص. يعني ما ينفعش اخد البنسة على الجزء الاولاني ده. تمام، يبقى كده مش النص، لازم الاول ازود الثلاثة سنتي بتاعت البنسة عشان لما اجي اخيط البنسة الموديل ما يكونش ليا. تمام، البنسة دي طولها 10 سنتي لفوق وننزل 10 سنتي لتحت، طولها 10 سنتي ونزول 10 سنتي. وطبعا قلنا ان هي 1.5 يمين و1.5 شمال. انا كده عملت البنسة. تمام، ايه علاقة البنسة دي بالبنسة اللي بنتكلم عنها النهاردة؟ ولا هو الفيديو خداع، مش الموضوع زي العنوان؟ لا، انا ما ينفعش اعمل البنسة دي من غير البنسة دي. تمام، طيب عشان اعمل البنسة دي بعمل كده، باخد الخط ده كده موازي للبنسة اهو لغاية الكتف. طيب عشان اعرف هي مساحتها قد ايه لازم اخد ربع دوران الصدر على 20، ربع دوران الصدر لاي بني ادم على 20، والمسافه اللي هتطلع بحطها هنا. تمام، هي الفتحه اللي انا بخرجها. تمام، طيب يبقى لازم المساحه كلها بتاعت ربع دوران الصدر اقسمها على 20، فيطلع لي الجزء ده هو اللي هيطلع لي الرقم. تمام، طيب بفرض ان هو طلع وانا واخداه بالشكل ده اهو. تمام، طيب في حاجه هنا مهمه جدا، لازم اعوض او لازم اخد اقيس الجزء ده كده اهو، هلاقي طول البنسة 25 لازم اعدي بيه كده اهو. شايفين، لازم اعمل كده اشوف طول البنسة 25 اهو، لازم اخده كده فيطلع لي هنا 1.5، 1 سنتي فوق، فانا بعمله كده عشان تديني الطول. تمام، طيب انا لو جمعت البنسة دي الكتف هيقصر معايا، عمره ما هيتوافق الامام معايا مع الخلف، لازم اعمل له تعويض. يعني ايه تعويض؟ يعني اشوف المساحه دي لو هي
خمسة سنتي لازم اخرجها هنا برضه، لازم اخرجها هنا اهو تمام. والجزء ده لازم اشوفه قد ايه، لو هو 2 سنتي لازم برضو اعمله كده تمام. يبقى انا لازم اعوض موضوع البنسة، والخط ده لازم يكون بالشكل ده. هي دي البنسة، البنسة ما بتتقصش ما بتتفرغش. انا هوريكم الكلام ده دلوقتي على الورق علشان يكون افضل تمام. طيب انا عشان اعمل القصة البرنسيس، بعد ما اعمل البنسة دي انا بعمل التصريف بتاعي هنا اهو، وانزل للاخر كده علشان افرغ الجزء ده كله لقصة البرنسيس واحدة واحدة. ومش هندخل في مواضيع قبل ميعادها، تعالى اوريكم بقية الشرح على الكراسة علشان يكون اوضح. الكورساج بتاعنا، وقلنا عشان نعمل البنسة بتاعت الوسط لازم نعوض البنسة، يعني البنسة رقمها ثابت 3 سنتي اعمليها 3 سنتي وريحي دماغك من اي حسابات تانية. 3 سنتي قلنا قبل ما نعملهم لازم نعمل لهم التعويض بتاعهم هنا اهو، واجي اعمل تعديل على الوضع الجديد علشان اعمل حساب البنسة. طيب قلنا كمان علشان اعمل مكان البنسة مظبوط لازم اقيس من اول النقطة الجديدة دي واخد في المنتصف واطلع 10 سنتي اهو، وانزل 10 سنتي واعملها كده اهو، 1.5 و1.5 كده. انا لما اجمع البنسة دي ما بقاش ايه اخدت من الوسط بتاعي حاجة. طيب قلنا هنا علشان اعمل البنسة مظبوط باخد الخط بتاعي كده، هي المفروض بقى البنسة دي تكون طويلة شوية اهي، تكون قبل المساحة دي ب2 سنتي اهي تمام. انا كده باخد الخط ده، الخط ده سهل قوي 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 تمام. واخد الخط ده على اساس ايه؟ على اساس محيط او ربع دوران الصدر على 20، وبطلع بالفتحه بتاعتي هنا كده تمام. وبقيس المسافه بتاعتي دي اهي، وباخدها هنا نفس الحكايه، فلاقيها طالعه لي بزياده فوق تمام. وابتدي اعمل التعديل، لازم اخد المساحه او المسافه بتاعت البنت لازم اخدها بره عشان اعمل تعديل بالشكل ده. تعالوا نشوف كده لو قصينا الكلام ده، القص بالشكل ده اهو، الموديل اهو تمام. شايفين البنسة بتطبق ازاي؟ بتيجي كده، بناخد الطرف ده كده اهو، نيجي نعملها كده. البنسة ما بتتفرغش، وتيجي تشيل الجزء ده كده، دي كده البنسة شايفين كده. طيب اللي بيتفرغ ايه؟ اللي بيتفرغ الجزء ده اللي هو في منطقة الصدر اهو. البنسة اللي هي في الوسط او الصدر هي دي اللي بتتفرغ، لكن البنسة اللي فوق لا تمام اهو، هي دي كده البنسة تمام. لازم تقيسي الكتف تلاقيه مظبوط تمام، تلاقيها مش مستريحة بالشكل ده، بنفتح لها فتحة هنا اهي، بس خدي بالك اهو كده ريحي، خدي بالك البنسة دي ما بتلزقش في دي، في بينها 2 سنتي، في بينهم 2 سنتي، البنسة دي ما بتلزقش بدي، ما بتتفتحش على دي تمام. لو انا عايزة اعمل قصة برنسيس بروح نازلة بالشكل ده كده للاخر تمام. طيب وفي كمان كده ايه، اكمل مثلا القصة اللي انا عايزاها واروح عاملة القصة بتاعتي بالشكل ده اهو كده. لو انا هعمل قصة برنسيس بالشكل ده اهو نلزق الجزء ده، دي كده القصة البنسيس اللي بالبنس. بس طبعا لازم يكون في 1 سنتي في المسافات عشان لما اجي اخيط لازم تكون مسافاتي مظبوطة. البنسة دي مهمة جدا، قلنا في جواكت، في الفساتين السواريه، في الحاجات المكسمة قوي، الحاجات اللي هي جسم المانيكان كده، الناس اللي هي جسمها جسم المانيكان وبيحبوا الحاجة المكسمة خاصة في الافلام القديمة دي، موديلات لازم تتعمل بالبنس تمام. هي دي فايدة البنسة. لكن في الملابس المنزلية او البيتية لا يشترط خالص البنسة،
ملابس الخروج لا يشترط ابدا البنسه، ولكن انتوا طلبتوها. مفيش دلوقتي استخدام قوي لموضوع البنسه غير فساتين الافراح، فساتين السواري، الزفاف. كان لازم اشرح لكم عشان ان شاء الله هنبتدي في موديلات اخرى من الفساتين، كان لازم تاخدوا خلفيه عن البنسه. بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.